السلام عليكم. قبل ما يبدي لا تنسوا تحطون لايك وتشتركون بالقناة وبعدين شوفوا المقطع. بالبداية راح نقول لكم انه بيسان بالفعل قبلت التحدي مال جواني انه حترد عليه، وجواني شكله راح يبدي بالفضيحة. خليني راح احط لكم الستوري مال بيسان اللي تكلمت فيه على جواني، بعدين راح احط لكم المقطع اللي قالته يعني بيسان بالمقطع. هاي حبايبي، كيفكم؟ شو اخباركم؟ حبايبي الكل عم يستنى ردي على هالوسخة اللي قاعدة بتحكي، فارفعوا الشاشة لفوق شوفوا الفيديو ولازم تسمعوا كل شيء ولازم تفهموا كل شيء، لأنه صار في هيك، صار في ناس خلص صار بده تحجيم، صار لازم نحجمها. ارفعوا الشاشة لفوق. إذا عندك شيء طلع افضحه، أنا أعطيك كارت أخضر. إذا عندك شيء علينا افضحه، احكي له قصتك شلون طلعت من ألمانيا، احكي له قصتك شو في عليك بألمانيا، ولا تخاف ألمانيا ما بتترك الزلمة، بتجيبك من حضن الحجة. مرحبا حبايبي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بألف خير. رجعت لكم بفيديو جديد. فيديو اليوم رح يكون شوي مختلف صراحة. انجبرت اطلع صوره لانه في شخص ما عنده ضمير، ما عنده شرف، شخص بلا احترام، مو مربى ببيت اهله، طالع عم يسب وعم يتقاوى على بنت هو باعتقاده انه ما في حدا وراها، مشان هيك اخذ مجده. طبعا ما بعرف، يعني انا متاكد انه انت هلا شايفني، اوكي؟ هلا انا رح اعمل مقابله انا وياك قدام العالم، انا رح اثبت شو عندي وانت اثبت شو عندك، والعالم رح تحكم، اوكي؟ جاهزين؟ انت معنا، حط عينك بعيني. انت عم تقول انه عندك شيء عم تهدد فيه. انت عم تقول انه بدك تجي تدعس على راسها. طبعا هذا الكلام بيمسني لإلي لانه هي محسوبه علي. كلكم بتعرفوا بسام بتكون بنت اختها لفرح اللي هي زوجتي، الله يرده بالسلامه اذا هو موجود، والله يرحمه اذا هو متوفي. بغياب ابوها انا ابوها. انت عم تقول انه عندك شيء عم تهددها فيه. كل شيء عندك انا عاطيك فيون كرت اخضر، نزله افضحه، نحن ما لنا خايفين، نحن بنعرف شو عنا يا بيبي. شيلك انه انت نايم عنا ببيتنا، شيلك انه انت اكل من خبزنا وملحنا، شيلك انه انت زبالة، لانه اذا حدا حكى علينا انت لازم تكون سيف وظهرنا بس مشان الخبز والملح، ولا اهلك ما علموك يا هاي تبع الخبز والملح يا حماد. ولا بدك تسوي شغلة ممكن تعرفوا يمكن والله معك حق، يمكن مثل ما جبت هاي البنت الأجنبية اللي بتشبه بيسان ونزلته على السوشيال ميديا ودعمته من ورا لورا، اوكي، على اساس انه بيسان، ورحت لك انت بتقتل القتيل وبتمشي بجنازته، لك يا زلمة شو بك، ورحت من ورا تدافع عنا، لك نحن ما بيشرفنا نذكر اسمك يا زلمة حتى تدافع عنا عن جد. اوكي، طبعا تكملة الفيديو راح احط لكم اياه بالوصف لانه هو صاحب الفيديو، يعني كده ما راح احط الفيديو كامل عندي، فبس لو مطلعون حطوا لايك وروحوا كملوا المقطع عنده.